حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الجوجل واي فاي، وهو أحدث راوتر من جوجل أو أول راوتر من جوجل. شنو الشيء اللي يختلف في هذا الراوتر؟ الراوتر هذا تقدر تستخدم منه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة خمسة ستة أو أكثر، تستخدمهم كلهم مع بعض وايرلسلي، معناته إن تحط واحد بالصالة وواحد بالغرفة يحسن لك اتصال أو الكونكشن مال الواي فاي بالبيت كله. تعالني نسوي أمبوكسينج حق الجوجل واي فاي. في لزاق صغير هني بطلة ويطلع لنا الجوجل واي فاي، علبة حلوة، علبة صغيرة. والجوجل واي فاي صغير، أنا توقعت الصراحة أكبر من كذي حجمه مقارنة بالآيفون 7 بلس. يعني الراوترات عادة احنا اللي نستعملهم يكون بهالكبر هذا مثلا. هذا هو الجوجل راوتر، من تحت نشوف ان في وصلات اللان ووصلة الكهرباء اللي هي USB-C، اللان هم ثانية حق اذا حاط عندك برينتر او كمبيوتر يم الراوتر. عندنا Let's get started مع جوجل واي فاي، تسهل لك موضوع السيت اب اول مرة. بلاك الكهرباء. الجوجل واي فاي هو عبارة عن مش نتورك، يعني تشتري اكثر من راوتر تحطه عندك في البيت، واحد يتصل بالثاني وايرلسلي من دون وايرات، يحسن لك الشبكة عندك اياها في البيت، عشان ما تجي تشترك مثلا بالدور الاول والدور الثاني والدور الثالث اشتراكات انترنت مختلفة، تاخذ اشتراك واحد. الحين حاليا اقوى راوتر حق المنزل الكبير او المنزل الصغير او حتى الشقة، يعني حتى لو تشتري واحد حطه في بيتكم، لانه في تكنولوجيا تسرع لك او ما تسرع لك، يعني تسوي اوبتمايز حق الانترنت حق الاجهزة. اذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك وسووا سبسكرايب على اليوتيوب، يفيدني وايد. اذا عندكم اي سؤال حطوه بالكومنت تحت، وحياكم بالزبدة مع جوجل واي فاي.